سلام الله عليكم أيها الرائعون أيتها الرائعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي نتمنينا الإعجاب ديالكم. وعندنا 5 ديال الفقرات غاية في الأهمية. جمجموا ولا تخمموا، سعيد بلقياكم كالعادة. سمحوا لي إلا كنغبر مرة، والله هناك ظروف شوية خارجة على الإرادة ديالنا. إذا سنشاهد في هذه الحلقة كل الدول الأوروبية رفضت استقبال بن بطوش، كذلك صحراويون محتجزون في مخيمات الذل والعار يستنجدون بجلالة الملك. كذلك غادي نشوفوا في هذه الحلقة البيرة ديال التضامن مع الشعب الفلسطيني تعود من جديد، وكذلك أحداث غزة وما يجري هناك. لقد عرّت حقيقة ماذا حزب العدالة والتنمية، وهذاك الموضوع من اللي غادي نوصلوا ليه غادي نهضروا فيه واحد شوية بلا زواق بلا روتوش، غادي نهضروا فاس. إذا ابقوا معنا فلا تذهبوا بعيدا، نواصل بعد الفاصل. بدينا على بركة الله، وقبل ما نبداو كبر لي الشاشة وطلق لي البشاشة ودير حزام السلامة. بالنسبة لبن بطوش ابن غالي، كل الدول الأوروبية بما فيها إيطاليا شفنا عدة رحلات مكوكية واتفاقيات، يعني كي يبغيوا يفقصوا إسبانيا، حتى قلنا راهم خاوة، ولكن إيطاليا كذلك رفضت باش تستقبل في المستشفيات ديالها إبراهيم الرخيص. بالنسبة للأخ مجيدو قال لك عندنا القوة الضاربة وأحسن منظومة صحية في إفريقيا، ياكو هذا كلامه؟ مالو مداش بن بطوش نسوق النعجة، عفوا سميتها مستشفى ديال النعجة، عين النعجة، مالو مداش ليها؟ مشى 7 ديال السوايع في الطيارة لجنوب إفريقيا المصحة خاصة. هذا بن بطوش اللي حسب ما ورد في التقارير على أنه جاه واحد الإسهال اللي ما بقاش كيحبس والو، ما بقاش كيحبس شي حاجه، فحالو بحال بعض العجز اللي كيحكموا في شي بلايص. اذا الاخوه والاخوات الكرام، صحراويون، ما دمنا ذكرنا ابراهيم الرخيص خصنا نذكروا اشنو واقع في مخيمات الذل والعار. صحراويون مغاربه اللي محتجزين في المخيمات ديال تندوف كيستنجدوا بالملك محمد السادس وكيصرخوا عاش الملك. اجيو نشوفوا هذا المقطع بعجاله وغادي نكملوا لنشاهد. غادي نعاود ونقول بعجاله، فين هو هذا المنتظم الدولي وحقوق الانسان وما نعرف شنو؟ كيشوفوا عباد الله مخيمات الذل والعار، والله لا تخفى على عاقل، لا تخفى على اعمى. فكيفاش هاد الميريكان ولا الدول اللي كيقولوا الدول العظمى ولا الاتحاد الاوروبي ولا الامم المتحده ما يجيوش يشطبوا زعما هما ما عارفينش المساعدات اللي كتسرق وكتباع في دول افريقيه؟ ما كيعرفوش على ان الجنرالات او الكبرانات كيشدوا العجب العجاب وكيتاجروا بهذيك القضيه باش يخفوا من المصاريف ديالهم الملايير، بل مئات الملايير اللي مشات من كروش الشعب الجزائري في هذه 50 سنة من اجل تقسيم المغرب. وبسبب ربما انا هذا المقطع هذا الاخوه والاخوات ما ناكدش شنو هو السبب او الارهاصات ديالو، المهم ما يروج الان هو ان هناك فضيحه تدور داخل المخيمات. هذا ابراهيم الرخيص قال لك بالله راه خلى بحال نقولوا الخليفه ديالو، شكون هو؟ ولد اختو بوم ديان محمد لامين، قال لك منصب وكيل عسكري بحال خلاه بحال في النيابه. وهذا الشيء قلق الناس تما بزاف وناضوا محيحين، لانه معروف بحال ولد الشنقريحه، واحد كيدير جميع الجرائم اللي طاح الانسان على باله، وديجا كان محكوم بشي 15 سنه، حتى هو كان عنده شي مصائب ديال التجار في داك الشيء اللي على بالكم اللي كنا هضرنا على ولد الشنقريحه. ما بغيناش نبقاو نعاودوا بعض المصطلحات لانها محظوره شويه في السياسات ديال الشركه ديال اليوتيوب اللي كنخدموا معها. اذا بزاف ديال الاعضاء في هذه المنظمه ديال المرتزقه قال لك بالله راه هما ما بغاوش على ان ابراهيم الرخيص هذا عوج الكماره هذا، واخا ما كيعجبنيش انا نعيب في بعض الوجوه، ولكن سبحان ربي العظيم راه شي ناس راه ما تعرف حتى الطريقه كيفاش تزادوا، ما عرف ما تعرف ما تقول فيها. المهم قال لك كيفاش هذا، واش باغي يدير لنا داك الشيء اللي بغى يدير مبارك
في مصر داكشي ديال التوريث وكذا، فهذاك الشيء هو اللي خلى كل واحد كيضرب لجهته، واحد العدد كبير من الناس اللي كانوا تما خدامين يعني في هادشي ديال الصحه، بعض البوليزاريو اللي كانوا تما مشاو للجزائر مؤخرا، من الجزائر دخلوا لتونس، من تونس علقوا. دابا غادي نمشيو مباشره لجزائر ونشوفوا في السوشيال ميديا رجعت مره اخرى يعني الحملة ديال التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي كترجع يعني كل سيمانة جوج سيمانات شهر كترجع، يا بالتدوينات يا بشي واحد هز الراية وقال لك احنا تضامننا. يعني المهم هو التضامن هكاك بالنيف وبحلال الفم. دابا تضامن من نوع جديد، بيرة، التضامن مع الشعب الفلسطيني. البيرة ما كيهمش كانت هينيكين ولا سبيسيال ولا المهم البارد، قال لك انصح الجزائريين بتناولها، وهذه جات في الجيري فيديو، فيديو الجزائر، وهذا فيديو الجزائر دخلت ليها لقيت فيها تقريبا 1,000,000 مشترك، بمعنى راها كتهضر مع الشعب. انصح الجزائريين بتناولها لان مداخلها تذهب للشعب الفلسطيني المسلم. فهذا التضامن بالبيره فهو ماشي الله جديد، حاليا بعض الذباب الالكتروني ديال جهه هوك كيقول لك لا هذيك راه صوبتها تركيا، تركيا ما كتعترف كاع بالعربيه تقريبا. انا كنقول لك تركيا ما غتكتبش بالعربيه. الاخرين كيقول لك فرنسا هي اللي صنعتها باش تتاجر بقضيه الفلسطينيه، ولا اول الشنقريحه هو الباترون ديال الطاسه ديال البارد في الجزائر، واللي بغى يتضامن يحط 10 باردين، اللي بغى يتضامن يحط لي العماسي ديال البارد 10، و الا كان نيت قلبه عامر بالايمان يحط 20 ولا يكملها صندوقه ديريكت في خطره، والتضامن غادي يكون واعر. نعم سيدي ما كاينه غير ملي كيتلاقاو السكيريه هكاك عندنا احنا، انا جاي ليهم شي وحدين هنا هكاك عندنا احنا غير بالهضره، بنادم ما عنده حتى شي علاقه بواحد الموضوع، القلب ديالو اصلا كتلقاه ماشي غير صهيوني، كتلقاه ابليس ربما احسن منه. ابليس دار غير غلط واحد وبقى كيدير شويه ديال الوسواس الخناس من هنا لهنا، اما راه شي وحدين راه دمروا البلاد والعباده. اليوم قريت بزاف ديال المقالات اللي كيهضروا على حزب العداله والتنميه، والله يخليكم ما تسبوش في لي كومونتير، خصنا نسمعوا التفاصيل ونحاولوا نستوعبوا ونفهموا باش ما نظلموا حتى شي واحد. دابا احداث غزه كتعري حقيقه حزب العداله والتنميه، غتقولوا لي كيف ذلك؟ كشفت احداث غزه عن حقيقه حزب العداله والتنميه والمواقف الرسميه ديالو حيال القضيه الحساسه اللي كنعرفوها كاملين، قضيه فلسطين ومع فلسطين ظالمه او مظلومه، والتجاره بالقضيه الفلسطينيه من طرف كثير من الجهات، مجموعات، افراد، احزاب في عده دول، ماشي في المغرب، في المغرب، في الجزائر، الدوله كلها تتاجر بالقضيه الفلسطينيه. هكا كنلقاو بعض الاعلاميين امثال هذاك اللي بوا كان كيبيع الاراضي ديال الفلسطينيين لليهود. على كل حال هذه القضيه اللي تعامل معها المغرب بكل واقعيه، بحزم وبدبلوماسية، بوجه واحد ماشي بجوج ديال الوجوه، فوق الطبلة مباشرة ماشي تحت الطبلة، وماشي بالكذوب والتحراميات ديال ولاد الحرام. عوض أن ينشغل هذا الحزب ديال العدالة والتنمية اللي كنعرفوا كاملين في الانتخابات النجمة ديالو طفات، هذيك البومبية هذاك المصباح طفا بالنسبة لكثير من الناس، حيت كاين اللي غيقول لي راه عندهم 8 ديال المقاعد، راه كان عندهم فوق 100 مقعد، 8 ديال المقاعد راه تقريبا لا شيء. إذا صدرت ما يسمى بلجنة العلاقات الدولية لحزب العدالة والتنمية. شوفوا هذه كتفكركم التسمية هذه سطروا لي تحت منها بالديمقراطية الشعبية التخربيقية ديال الكذوب ديال شي وحدين، ما كاينه لا شعبية لا ديمقراطية، ما كاين والو. واش دابا الجزائر ديمقراطية؟ هنا ملي كنقول أنا والمسميات لا تغير من حقائق الأشياء ولكل قوم أن يصطلحوا بما شاءوا، الكذوب فين هي الديمقراطية؟ وتا البوليزاريو دايرين ليها يمكن الديمقراطية الشعبية الفنكوشية. المهم البارح الحد صدر واحد البيان صحفي خبيث وفيه واحد النبرة انتقامية، غتقولوا لي ممن انتقامية؟ غادي نعرفوا كاملين وحنا كنقراو هاد الخبر هذا وهاد البلاغة وهاد المقال بتصرف، غادي نقراوه بتصرف، غنفكروا فيه، غادي نسبحوا في عالم العداله والتنميه والذين على شاكلتهم. هذا البيان يراد به تلميع صوره الحزب من خلال لعب ورقه القضيه الفلسطينيه. هذه الورقه كيلعبوا بها باش يسترجعوا البريق ديالهم الذي فقد، وكيف ما قلنا ذاك البوله اطفئت من طرف الشعب المغربي العظيم. هذا الشيء كامل جاء من بعد ما صدرت وزاره الخارجيه واللي كيشرف عليها جلاله الملك شخصيا، صدرت بيان صحفي كتأكد فيه على أن المملكة المغربية كتتابع وبقلق بالغ ما تشهده الأوضاع في قطاع غزة من تدهور كبير، وهذه هي الحقيقة، وذلك نتيجة عودة أعمال العنف والاقتتال
وما خلفته من ضحايا وخسائر في الأرواح والممتلكات. تفاعل هذا الحزب هذا المغربي بين قوسين حزب العدالة والتنمية، أنا ما كنبغيش نقول حزب إخواني، حزب تابع للمرشيد، حزب تابع للمنهجية الإيرانية، لأن ربما من اللي هما مسميين عاش قلت لكم ستروك ويلا على اللجنة العلاقات الدولية، واش نتوما هضرتوا على إيران أو كتهضروا على إيران؟ هذه راه نقطة واعرة الإنسان يفكر فيها. إيران وحزب الله والبوليزاريو نعم سيدي، وكيصيفطوا لهم الدعم اللوجيستي والمادي والمعنوي، واش نتوما هادشي كتهضروا عليها العلاقات الدولية؟ واش كتهضروا على عباس فاش كان قاعد مع هذا الرخيص، هذا ديال البوليزاريو، هذا ديال المرتزقة، وضرب معاه التصويرة وقاعد حداه، اش غتقولوا في هادشي هذا؟ ظالمة أو مظلومة؟ علاش كنقول أنا بلادي أولا وبني مسكين قبل فلسطين ولا كازا قبل غزة؟ علاش؟ لأن بيننا، أنا ما كنهضرش دابا عليهم، كنهضر عموما، هناك منافقون وهناك خونة الداخل وهناك بعض الناس اللي عندهم إيديولوجيات خطيرة تضر ببلدهم ولا تنفع غيرهم. إذن هذا الحزب تفاعل وبشكل غريب مع هذه الأحداث اللي وقع الآن في غزة، مع أننا نتضامن مع كل مظلوم، وأنا هذه اللي غنقول دابا مهمة جدا وماشي أول مرة، ربما ثاني أو ثالث مرة. أنا شخصية صحوا لي لكن غلط، سمعت بالله راه هذا ديال الجهاد الإسلامي ضربوا شي ثلاثة ديال الصواريخ في إسرائيل، واش غادي تنتظر الرد والرد غيكون قاسي لأنك ما عندكش القوة ديالهم؟ نعم أم لا؟ الجواب ربما نعم. هنا الجهاد الإسلامي، هل تعلمون من هذا الجهاد الإسلامي؟ حيت بزاف ديال الناس مغسولة الأدمغة ديالهم أو عندهم نقص في المعرفة، كيتعي لهم راه فلسطينيين ويدافعون على فلسطين. لا، مجموعة مديورة ما من طرف إيران، وهي الجسر ما بين إيران وما بين حماس. وهاد الناس هادو عن دايرين واحد ماشي مثلث، مسدس دايرين ديال حزب الله، حماس، الجهاد الإسلامي، هادو ديال الحزب النصيري ديال بشار الأسد، ديال جماعة الحوثي، وكاينين عندهم داك حزب التوحيد اللي دابا بدلوا ليه الاسم ديال العراق. واش فاهميني اش كنقول ولا لا؟ فالجهاد الإسلامي راه ماشي ديالنا، وانتم كتجبدوا بنادم، راه حنا نودين ما يجري، ولكن نودين عاود تكمش ودخل سوق راسك وسير تخدم بحالك بحال خوتك الفلسطينيين، راه خدامين مع خوتهم، خدامين مع خوتهم الاسرائيليين، وكيتخلصوا وبخير وعلى خير. وهذا الشيء هذا اللي قالوا الرئيس ديالكم الاخ البهائي محمود عباس ميرزا، هو اللي قال لك راه كيتمنى هو الرفاهيه والازدهار للشباب الاسرائيلي. لانني اريد ان التقي مع جيل الشباب في اسرائيل، الجيل الذي نعمل هذه الأيام من أجل مستقبله. السيد قال لك راه من الصباح حتى العشية قال لك أنا كنتصنت غير الغناء ديال إسرائيل، ديال الفنانين الإسرائيليين. أستمع إلى أغاني مطربين إسرائيليين كل يوم، من موشيل ياهو إلى غيره من ال... أظن كلكم تعرفوا موشيل ياهو. وانتم راه هادشي هذا هضرت عليه وما باغيش نبقى نعاودو دائما، ولكن ربما التكرار يعلم. ثلاثة النقط رجع للستار، قالت هاد اللجنة هادي ديال العدالة والتنمية، قلنا في هاد البيان على أنها تتأسف للغة التراجعية لبلاغ وزارة الخارجية اللي ما كانش فيه على غير العادة إشارة للإدانة والاستنكار ديال العدوان الإسرائيلي. وكذلك قال لك لم يعربوا على التضامن ديالهم مع الشعب الفلسطيني وما ترحموش على الشهداء، بل هذا البيان ديال وزارة الخارجية ما كانش قال لك فيه إدانة لاقتحام الصهاينة لباحات المسجد الأقصى المبارك، على حد التعبير ديالهم كيف جا في البيان ديالهم هادو ديال العدالة والتنمية. وعلى حسب ما كيظهر على أن هذا الحزب، أقصد هذا ديال العدالة والتنمية، العدالة راه تبارك الله شفناها في 10 سنين، والتنمية حتى هي شفناها، راه كاين الله يبارك الله يبارك. حزب العدالة والتنمية دوز 10 سنين وهو على رأس السلطة التنفيذية، ربما انسى ربما تناسى على أن الدبلوماسية المغربية اللي هي معروفة بالرزانة والهدوء والفعالية، عوض ما يجيو الإخوان ديال سي بن كيران يعني حزب العدالة والتنمية ويتمنوا هذا العمل هذا على أن المغرب كيتفاعل، يعني كنهضر على التفاعل المغربي الرسمي، وكيصيغ البيان ديالو بعقلانية، كيجيو هادو وكيصيغوا بيان مسموم لأهداف ربما غير معلومة، ولكن الفاهم يفهم. البيان ديال هاد اللجنة اللي كيرأسها محمد الرضا بن خلدون، نساو باش ما يشيروش ربما على أن وزارة الخارجية شددات في البيان ديالها وقالت على أن المملكة المغربية والتي يرأس عائلها
الملك محمد السادس لجنة القدس تدعو إلى تجنب مزيد من التصعيد واستعادة التهدئة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة وتجنيب المنطقة مزيدا من الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام. اش بغيتو المغرب؟ يعني اش بغيتو يدير؟ يدين يعني يدين إسرائيل ويقول لهم أنتم الظالمين وهم ما هادشي اللي بغيتو انتوما. اللجنة تجنبات باش تحط بعض المعطيات المهمة اللي جات في البيان ديال وزارة الخارجية. ردوا معايا البال الله يجازيكم بخير. مثلا جاء في البيان ديال وزارة الخارجية بالحرف أن المملكة المغربية تجدد مواقفها الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. أستراليا على تجدد، يا ما أدانت يا ما أدانت، وهي تجدد على أنها تدعم الشعب الفلسطيني عموما. بحال اللي كنقولوا حنا ندعم الشعب الجزائري المنكوب والمظلوم الذي هو تحت وطأة هذه العصابة الحاكمة اللي هي شردت البلاد والعباد. نحن مع الشعب الجزائري، ولكن لابد من تكلموا منين جاي الخطر، منين جاي هذا السرطان، منين جاي هذا الشيء، هذا منين جاي؟ لأن هذا الشيء هذا كتكون عنده إرهاصات، كتكون عنده بعض المؤشرات اللي كتبين على أنه غادي يوقع. فاحنا ما كنحبسوش، او هادوك اللي كيهضروا ما كيحبسوش، لانهم كيتاجروا بالقضيه الفلسطينيه، كيخليوها تيوقع. ملي كيوقع من بعد خسائر اعاده الاعمار، المساعدات من هنا وهناك، وكتمشي هذيك الاموال كتسمع 100 مليون دولار، 50 مليون دولار، 20 مليون دولار، ملايير كتمشي. لمن كتمشي؟ كتمشي لهاد المتاجرين بالقضيه. علاش حتى شي اعلاميين اللي هما كيكبروا في الموضوع وكيضربوا لهم على انهم مجاهدين وعلى انهم هادو كيديو الرزق ديالهم حتى هما، من بعد كيعيشوا ولادهم. هادشي بينتو لكم بالادله ربما في عده فيديوهات. ولادهم وعائلاتهم كيعيشوا في اوروبا وفي امريكا، كيعيشوا الحياه ديال الراحه والاستجمام والاسترخاء. اولاد فلسطين مساكن هما الضحيه، ولهذا وجب علينا بقدر ما نستطيع تنوير بعض العقول. الناس كيتاجروا كيعيشوا. انا نعطيكم غير مثال دابا وغادي نرجع للخبر ديالي. مثلا دابا شكون هو هذا اللي مشى؟ ايمن الظواهري ديال القاعده، ولا ايمن الظواهري شكون هو دابا حاليا اللي داروه خليفه ديالو او غيديروا خليفه؟ هذا سيف العدل، هذا اللي هو كان مصري، كان ضابط مصري سابقا. هذا فين كان عايش؟ هذا سيف العدل فين كان عايش؟ في ايران عده سنوات. وفكروا معايا هنا مباشرة غتمشيو داعش كاينة في الشرق الأوسط ودارت عدة عمليات. واش سبق لكم سمعتوا على أنها دارت شي حاجة في إيران؟ على بعد خطوة أبدا. إوا الفهم يفهم هكاك الجهاد الإسلامي. والله إلا المؤتمرات ديالهم، الندوات الصحفية كيديروها في طهران. واش هادشي خافي على العالم؟ واش إسرائيل ولا إيران شكون الأكثر ضررا؟ إن كان ولا بد نطرحوا هذا السؤال. بالله وتالله إلا إيران. قلت مرارا وتكرارا وسأعيد الآن، إيران هي من تقتل المسلمين وغيرهم. احتلت ودمرت 4 ديال العواصم الإسلامية. لبنان يا فينك يا صنعاء، فين هو أسعد الشرعي؟ وهضار على إيران، هضار على الجزائر اللي مطبع معها قلبا وقالبا شكلا ومضمونا. يلا ربط لي داك السميطان عام سيدي اللي تعلمتي تلبس في لندن من بعد ما حيدتي الصايا، نهار الاول جيتيه بالصايا من اليمن، وهضر لي على هاي المواضع الحقيقيه، ها منين جاي الشر المستطير. هضر لي على الجزائر اللي هي تعتبر دوله مسلمه وتحارب في ارضها الدوله المغربيه، هي تحارب الامبراطوريه المغربيه. سير تقرا غير واحد شويه، انا ما كنقصد حتى شي واحد، لانني بعض المرات كيقولوا لي الناس راه هادوك واخا مشهورين كيبقاو تافهين. الصحراء الشرقيه مغربيه، مغربيه، ولا نعترف بالاقتطاع الاستعماري لاراضينا، نؤمن بالحدود الحقه. واضح مزيان؟ ايوا الصحراء من هنا، وبغيتوا تديونا ارضنا. انا كنقصد اي واحد بغى يدي لنا ارضنا وصنع البوليزاريو، صنع المرتزقة، دار علينا الحرب بالوكالة، فهم ولاد الحرام، فهم مجرمون، قاتلهم الله أن يؤفكون. لا دنيا لا آخرة، ليس لهم احترام. يجب أن يحترموا أرضنا، يجب أن يحترموا ملكيتنا. إذا مشينا رجعنا للأرشيف ديالهم، والله إلا اللي وقف لهم هنا الملكية في المغرب،
حاسدين على الملكيه، حاسدين على التعايش اللي عايشين بيناتنا. سيروا شوفوا داخل الجزائر، جمهوريه القبائل اللي العاصمه ديالها تيزي وزو، 12 مليون ديال الناس كيقول لك حنا ماشي جزائريين، تواصلوا معايا بلا عدد، ماشي جزائريين، حنا محتلين. نعم جمهوريه القبائل محتلة، أقدم مستعمرة في إفريقيا. غادي نرجع للموضوع ديالي، هذه غير خرجة وهنا رجعت. الله يجازيكم بخير، ما تديوش عليا. حنا ملي كنكبروا شوية ربما كنبقاو هكا كنسيحوا شوية في المواضيع. ما يثير الاستغراب أن السي بن كيران واللي ظل يؤكد في أكثر من خرجة إعلامية سابقة، وهذا الشيء هذا ربما إلا متبعين بن كيران، كيأكد دائما على أن وزارة الخارجية الدبلوماسية المغربية هذا مجال محفوظ لمن؟ لجلالة الملك المنتصر بالله محمد السادس، هو اللي كيشرف مباشرة على وزارة الخارجية، على الخطوط العريضة اللي كتهم المملكة المغربية. وهل الآن الحزب ديال العدالة والتنمية يتجرأ ويقول بأن المغرب ساوى ما بين المحتل والمعتدي الإسرائيلي والضحية الفلسطيني؟ هكذا بالضبط كيقول في هذا البيان. ربما حزب العدالة والتنمية ما عارفش على أن الفصائل ديال فلسطين، يعني اللي كتمثل الشعب الفلسطيني أو الأكثر تمثيلا إذا صح التعبير، وهي حماس وحركة فتح. فتح وحماس تبناوا واحد الموقف واقعي حيال هاد الأزمة هادي، قروا باش يرجعوا شوية اللور وينقصوا من الحماس ديالهم، لأنهم كيعرفوا على أن الجهاد الإسلامي اللي نوض هاد الروينة هادي، اللي نوض هاد الروينة اللي احنا ما بغيناهاش، وحنا مع فلسطين كيفاش بلا ما نقول زالمة ومظلومة، هذيك نخليها نخوتنا ديال عشرة باردين. المهم الجهاد الإسلامي يعلمون جميعا على أنه يشكل جسر للنظام الإيراني المجوسي، وعلى أن له أهداف مزعزعة للاستقرار سواء في فلسطين سواء في المنطقة ديال الشرق الأوسط ككل، وماشي غير في الشرق الأوسط بل حتى في المغرب العربي. هاد الجهاد الإسلامي وإيران وهادوك ديال لبنان كيعطيو دعم للبوليزاريو وكيساندوا البوليزاريو، وهادشي منذ عدة سنوات، وكيديروا دعم كما قلت لوجيستي، دعم مسلح، وهادشي كامل كيجي من المقر ديالهم اللي هو كاين في طهران العاصمة الإيرانية، اللي هي أكثر العواصم في العالم، اللي ما عارفش هاد المعلومة، هاد المعلومة يقلب، أنا عارفها ومتأكد منها، أكثر العواصم في العالم اللي فيها المعابد اليهودية. هادو اللي كيقول لك اليهود بحال هادوك ديالهم اللي في اليمن، هادوك صحاب أسعد الله الشرعي، هادوك ديال الموت لإسرائيل الموت لأمريكا. عمركم سمعتوا بلي راه داروا شي حاجة لأمريكا ولا لإسرائيل غير اللافتات والتدوينات والشعارات؟ هنا فهموا، وعطيتكم مثل قويلة بداعش وبالقاعدة هذا ديال سيف العدل ديال دابا، ويا ما غتسمعوا السمية ديالو قريبا وفي المستقبل ربما، يعني في الأشهر والسنوات القادمة. هذا راه كان ساكن تما عندهم في طهران، هما اللي مسكنين والايرانيين. كنقول لكم معلومات صحيحه، ايوا اذا خصنا حنا نفيقوا ونعاود دائما، ونقول الصحراء المغربيه والصحراء الشرقيه، ونقول تازا قبل غزه، والله يكون مع المستضعفين واخواننا الفلسطينيين اللي هما عرضه لهذا الملف هذا اللي كيلعبوا به ولاد اللي ما بيتسموا، هادو اللي كيتاجروا بالقضية الفلسطينية. أما حنا الكلام ديالنا واضح، ربما قلناه مرارا وتكرارا، واللي هو موافق اللي جا في بيان وزارة الخارجية ما نكرهوش، كلها يعرف اللي ليه واللي عليه، ويحاولوا يتفاهموا بالتي هي أحسن، ما يضيعوش السنوات غير هكاك في الخوى الخاوي، وضرب فيا نضرب فيك، وتكون فلسطين وتكون إسرائيل يعيشوا في سلم وسلام جنبا إلى جنب. ولكن هيهات هيهات، حتى هادو اللي كيقولوا مسلمين هما ما بغاوش يعيشوا في سلم وسلام مع إخوانهم الشرفاء المغاربة، ها هم لازالوا يكيدون كيدا ويكيلون السب والشتم ويقذفون في أبناء المملكة المغربية. وهذه حقيقة، وهذه حقيقة الإخوة والأخوات، علاش كنقولها وكنبرك عليها؟ لأن أسفا ما كرهناش نكونوا خاوة خاوة ونكونوا بخير وعلى خير، وما تبقاش الطغمة الحاكمة ديال العسكر ديال الكبرانات ديال فرنسا هي اللي كتحكم تما، وتصفى البلاد وما يبقاش ذاك القرقوبي هكاك غير مشتت، باش ما نخافوش حتى احنا على ولادنا وعلى خوتنا إلى تفتحات الحدود وتفتح نعم سيدي وتكون يا سلام. ولكن يا ريت ويكون التعامل ديالنا تعامل يعني إنساني إسلامي أخلاقي،
ولكن اتفق العرب على ألا يتفقوا كما قال جدي ملي كان قدي. ربما في الموضوع ديالنا غادي نتسائلوا باش نساليوا هذا الفيديو هذا فين كان الحماس ديال العدالة والتنمية من اللي وقف زعيم جبهة البوليزاريو الانفصالية إبراهيم الرخيص ووقف نعم سيدي ما محمود عباس والتقطوا الصور الشهر اللي فات من اللي داروا هذاك العرض العسكري اللي سماوه ديال المهم اللي ما بيتسمى الخردة ديال روسيا دايزة والحماق والهبال كاملين شفناه. ومن جهة أخرى وبهذا نختم حزب العدالة والتنمية بهذا البيان أو البلاغ أو المقال أو داكشي اللي بغي يسميه تاح فرصة الأعداء المغرب اللي كيسميونا العدو الكلاسيكي بهذا البيان المسموم عطاهم الفرصة كنقصد الوسائل الإعلام الجزائرية والشبكة التواصل اللي تابعة للنظام العسكري الجزائري باش يركبوا على هذا الحدث ويهاجموا المملكة المغربية والمؤسسات الرسمية ديالها. وفي النهاية وجب القول أنه رغم هذه المسرحية البليدة اللي باغي يديرها ما يسمى بالبيجيدي عليه أن يتذكر دائما أن قرار استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية شكون اللي سينا شكون اللي وقع رئيس الحكومة السابق والأمين العام ديال حزب العدالة والتنمية اللي هو رجل عمتي سعد الدين العثماني وذلك كان أمام جلالة الملك بالعاصمة الرباط. وبالتالي لا يجب على بن كيران ولا هادو ديال العدالة والتنمية باش يديروا لنا ديك اللعبة ديال ظالمة أو مظلومة اللي كيديروا أصحابهم اللي جيتهك. إذن ما خصهمش يتطاولوا على السياسة العليا للبلاد. وعاش الملك محمد السادس وعاش الشعب المغربي العظيم ولا عاش من خانهما سواء كان من جهتهك ولا من جهتهك ولا من جهت هادو اللي كاينين دابا. إذن سيدتي وسادتي أكتفي بهذا القدر جئنا وأتينا على نهاية هذا الفيديو حتى الفيديو ديال غدا إن شاء الله نلقاكم على خير وتبقوا على خير والله يخليكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدي المغرب ما غادي يكونوش اليوم قل من المغرب البارح، ولكن إذا كانت الشعب المغربي أقل وطنية وأقل غيرة من آبائه وأجداده ومن الناس اللي عرفتهم واللي هما من الجيل ديالي أنا تنقول له حذاري حذاري إلا ما فكيتيش الآن صحرتك اليوم راه ما نعطيك شي 5 سنين حتى ترجع مقلص الظل ضعيف الكلمة ضعيف الوزن منعدم القيمة. حذاري حذاري.